والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. إن ثورتنا المباركة التي انفجرت في 14 من فبراير عام 2011 جعلت منا شعبا قويا صلبا لا تزلزله الضربات ولا تكسره الكدمات، فإننا عاهدنا الله وشهداؤنا بأن لا نتنازل عن حقنا الثابت في أن نعيش بحريتنا وكرامتنا بعيدا عن هذا النظام الفاسد. لقد زاد النظام في اعتقال حرائرنا في هذه الأيام وفي الأيام الماضية، وهو أمر لن يمر مرور الكرام، لأن شعبنا الواعي والصامد المقاوم يرفض رفضا قاطعا بأن تعتقل حرائره. ونحن حرائر كرانة لن نتراجع ولن نتخلى عن العمل في ساحات الثورة مهما بلغت الجرائم أقصاها، فهذا ما تعلمناه من ثورتنا المباركة. ختاما نؤكد بأننا سنشارك بكل قوتنا في الاستفتاء الشعبي الذي يمثل الأمل لهذا الشعب، ولن نسمح للضغوط الخليفية بأن تبعدنا عن هذا المشروع الذي يجمع عليه كل الشعب ويقبله كل العقلاء. اللهم فرج عن حرائرنا وارحم شهدائنا وانصرنا على القوم الكافرين. حرائر بلدة كرانة.